أنا بقول كمان مرة لكل سكان مدينة إسرائيل، اهربوا برا إسرائيل، بطل فيها مكان آمن إلكو. أنا بوجه الرسالة لأخي إدعي وبقول له شوف شو أهل القدس كاتبين على الحيطان، بالروح بدمنا فيك يا أقصى. عارف شو يعني؟ يعني مستعدين يموتوا ويضحوا بأرواحهم وبدمهم عشان الأقصى. فشو ما نعمل إحنا على الفاضي،